خلينا نشوف رأي الدكتور نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق. مرحب بك دكتور نادية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. متابعة إزاي مؤتمر الشباب في جامعة القاهرة وكلمات الرئيس السيسي؟ الحقيقة يعني فخر لينا نمرة واحد إن نكون في جامعة القاهرة، كلنا بنعتز بيها لأن جامعة القاهرة دوليا وعالميا أصبحت موجودة في التقييم العالمي من أول 500 جامعة. الحاجة التانية إن كون إن النهاردة يكون في المؤتمر السادس، دي برضو حاجة نعتز بيها جدا، لأن يعني التواصل الدائم والفولو أب وإن الموضوع ما وقفش، وإن فخامة الرئيس مهتم جدا بانه يتابع الشباب متابعه دائمه، والشباب بيتكلم مع الحكومه ومع رئيس مجلس الوزراء عن خطه الحكومه القادمه، دي حاجه يعني تدعو الى التفاؤل. انا الحقيقه يعني لسه راجعه من الشغل من شويه، لكن شفت جزء منه في مشروع جميل جدا بيقوي الانتماء المصري عن طريق اتنين من الشابات الجمال اللي عرضوا مشروع فعلا جميل بيسوق لمصر سياحيا وبينمي الانتماء المصري. هو لمعلومة حضرتك دكتور نادية لو مش متابعة الجلسة من أولها، الأستاذة غادة والي دي مصممة جرافيكس تحت 30 سنة واخدة جوائز دولية، والأستاذة ياسمين والي استشاري إدارة الأعمال والتسويق، دي تخصصاتهم يعني المهنية. بصراحة مشرفات جدا جدا، يعني أنا سعدت قوي بالمشروع اللي هم كانوا بيقدموه. المؤتمر كمان فرصة عظيمة إن الشباب المبتكر يتواصل مع اللي هيطبقوا ابتكاراته، يعني إحنا دايما كده في جزر منعزلة، في ناس بتعمل بحث علمي بتنشر، مستوانا في النشر العلمي ممتاز دوليا، لكن التطبيق بقى بتاع البحث والاستفادة منه لا، ما كانش يجب ان احنا نكون في المستوى ده، يعني احنا بنتمنى ان احنا نطبق البحث العلمي. مؤتمرات زي النهاردة هي تواصل ما بين المبتكرين وما بين من سيطبق هذا البحث العلمي من وزراء آخرين، من محافظين، من مستثمرين، فهي فرصة جميلة جدا للتواصل بينهم، وأتمنى نطلع مش توصيات، لا نطلع بفعلا مشاريع لأن احنا نستفيد من التكنولوجيا المصرية والبحث العلمي المصري. أكلم حضرتك في التخصص، وحضرتك وزير بحث علمي سابقة، لأول مرة في مصر عبر تقنية الهولوجرام وزير البحث العلمي أو عفوا وزير التعليم العالي الدكتور غادة عبد الغفار بيستقبل مجموعة أسئلة من شباب مصريين وبيجاوب عليها مباشرة وبكل شفافية وصراحة. الناحية الأخرى بيعلن عن إنشاء بنك الابتكار المصري، تم إطلاقه بالأمس. وأعلن كمان إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، وقال إنه في البرلمان المصري حاليا. طبعا طبعا دي مشاريع هايلة، دي كلها بتقرب ما بين الباحث وأفكاره بينشرها على المجتمع، لأن كان دايما بيقف دور الباحث إنه خلاص خلص البحث بتاعه ونشره، ما عندوش القدرة إنه يوصل هذا الابتكار وهذا البحث إلى المستثمر بالفعل، وما كانش فيه ثقة بين المستثمر والباحث المصري. المشاريع دي أكيد هتعمل ثقة، أكيد هتوصل الباحث بالمستثمر، فأنا بحيي الحقيقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ما أطلقه من مبادرات، وأتمنى إن هذه المبادرات كمان يكون معلن عنها في الإعلام، لأن الإعلام دوره كبير جدا إنه يوصل للمجتمع إيه هو البحث العلمي، إيه فائدة البحث العلمي بالنسبة لي. صحيح. متفائلة دكتور نادية؟ متفائلة جدا، وحابة أقول لك إن التفاؤل على أسس علمية، لأن من أسبوعين بس يعني إحنا مثلا كنشر علمي كنا نمرة 41 على 239 دولة. طبعا هو مركز حلو وما قلناش حاجة، كنا في أول 17%، من أسبوعين إحنا تقدمنا 9 درجات كمان أو 9 مراكز. أتمنى بقى نتقدم مش بس في النشر العلمي، في الابتكار وفي تفعيل البحث العلمي واستفادة مصر بالبحث العلمي المصري.
حابه ايه تشوفيه في الفتره اللي جايه، او اهم تطلعاتك المرحله المقبله بتتمني انها تكون موجوده على راس اولويات وزاره البحث العلمي ورئاسه الوزراء بصفه عامه في مصر؟ أتمنى إن احنا نعلم أطفالنا وشبابنا ده يكون في زي مقرر، مش عايزه المقرر ده يخش في المجموع، يكون مقرر بس ياخدوه رياده الاعمال وفائده البحث العلمي ورياده الاعمال في المشاكل اللي بتواجه مصر، مثلا القمامه، المياه، الزراعه، اي مشكله بتواجه مصر في اي وقت ما يكون داخل في المناهج الدراسيه نوع من ريادة الأعمال اللي بتفيد هذه المشاكل. يبقى أنا بعلم الطفل بتاعي من يوم ما بيبتدي الدراسة في المدرسة ثم الكلية والجامعة إزاي يكون عنده فكر ريادة الأعمال لحل المشاكل المصرية، ما يبقاش بس فكره إن أنا باخد شهادة علشان أبقى موظف بعد عنده كده القدرة في على اتخاذ الحكومة. قرار سريع ومناسب. يا رب. أشكرك شكرا جزيلا معالي الوزيرة دكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة.